جاتني دعوه معناتها من قدماء نادي الافريقي معناتها قدماء نادي الصفاقس باش يكون موجود في المقابله. بسيفتو بابا معناتها من مؤسسي معناتها الجمعيه نتاع قدماء نادي الافريقي لبيت الدعوه، حاجه خشينا برشا معناتها حاجه فرحتني، وتحس معناتها الناس تحب بعضها معناتها بصدق معناتها فهمتني، وحتى يحكيوا على الماضي معناتها القريب اللي في التسعينات الثمانينات، ناس حسيتها تلعب على الكوره معناتها الاهمهم 3 بوان لو 2 بوان لحد شيء معناتها يجيو يلعبوا يعملوا سبيكتاكل الناس تشيخ معناتها الجماهير تتفرج في ماتش كوره ويشيخوا يتفرهدوا معناتها وهذيك هي معناتها فهمتني. هذه رساله حبينا نوصلوها معناتها مضمونة الوصول للجماهير الرياضيه اللي راهي رياضه محبه وتآخي وتآزل وتربطنا علاقه اخويه ومتينه بين النادي الافريقي والنادي الصفاقسي فريق واحد، ولذا الرساله هذه معناتها حبينا نبلغوها وماذا بينا الفرق الكل تنسج على الملوان النادي الصفاقسي. خاطرش احنا الكوره ما هي الا 90 دقيقه وفيها منهزم وفيها فايز والغايه كلها فيها واحد يتحصل على البطوله وهذه هي الرياضه. ولذا اسمع دروس اليوم ياسر الناس كانت منبهره بالبادره، وش نقول لهم؟ نقول لهم تونس بخير ورياضتنا ان شاء الله نحبوا نشوفوها من حسن الى احسن وتونس للجميع ان شاء الله. اكيد انه المناسبه نتاع اليوم هي الصوره الحقيقيه اللي نحبوا نسوقوها للرياضه في تونس، ومبينوا لنا اللي راهي الكره هذه هي اللي حبيناها وتربينا عليها وتعودنا عليها، هي تقرب مش تبعد، هي معناها رياضه كنا نعشقوها ونحبوها، وهذه مساج لكافه الهياكل الرياضيه والمسؤولين عن الرياضه انه حان الوقت باش نلتفوا الرياضه هذه ونعطيها حقها ونعطيها حق الاجيال اللي نضلت من اجلها. كفانا شعارات، كفانا جهويات، كفانا اليوم احنا كنادي رياضي صفاقسي اليوم هذه بادره من احنا كقدماء لاعبين انه مدين يدينا للجمعيات الكل ونقول لهم راهي كورتنا حلوه وما احناش حان الوقت باش نلتفوا راها الناس الكل ونعطيوها حقها. مع النجم الساحلي ان شاء الله تبي انتم مش تعود مع الترجي كيف نفس الشيء، والبادره ديما مش تتواصل هذه، وهذا هو الغايه منها باش نقربوا الجماهير لا للعنف لا لتبادل العنف لا للرياضه اخلاق او لا تكون.